نزلتي من السماء وانت نجمه منوره. ميرسي. ويلكم بيكي على الارض. ميرسي. قولي لي حسيتي بايه فوق كده اول ما نزلتي شفتي الشلالات شفتيها ازاي؟ المنظر من فوق كان حلو قوي 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 بصراحه، شايف كل حاجه كده، كل حاجه صغيره، احساس كان حلو، الهواء كان نظيف. طيب ممكن قبل ما اكمل معاكي الحوار اعرف بعتي لمين فويس نوت وقلت له ايه؟ بعتي لمامتي. قلت لها ايه؟ ممكن اسمعك. عامله ايه؟ انا رايحه النهارده اعمل سكاي دايفنج تاني. دايلي ان انا اتبسط وبحبك قوي 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 الدنيا وسيدي زياد ونورا. يلا باي باي. دايما كل مغامراتك بتقوليها لمامتك؟ بقول لها على كل مغامراتي. اكتر حاجه بتخاف عليكي منها ايه؟ ممكن حد يضحك عليا مثلا من ناس او يستغلني او اعور نفسي او يعني اعيا اتصاب كده يعني. طب ايه زي اي ام يعني؟ ايه اللي حذرتك منه؟ قالت لك سلمى خلي بالك من ده وفعلا اتحقق وقلت انا ما سمعتش كلامها؟ لا لما بتعمل كده بسمع كلامها بصراحه على طول. ودايما بتقولي لها انا كنت قايله لها النهارده انك جايه تعملي سكاي دايفنج؟ وكانت قشطه موافقه. عملته قبل كده فتمام. فهي واخده على المغامره. مغامره فعلا. بفاجئها كتير. المكان النهارده اتفاجئتي بحاجه فيه؟ انا اول مره اجي هنا فالبحيره حلوه قوي 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 بصراحه، وشكلها هادي وشكلها فظيع من فوق، والشلال اول مره اشوفه بصراحه. طب عارفه انواع السمك اللي ممكن تعدي من هنا كام نوع سمك؟ اطلع في العالي ولا يعني ايش 150 نوع؟ هو بيعدي منها لكن ما بيعيش فيها لانه كان ممكن يموت. ليه بقى؟ عشان الميه بتاعته مش ملائمه ليه، فبيهاجر من البحيره لمكان ثاني. اوكي